في ذلك الليل الذي يفيض بالنجوم أحسست برقتي وعذوبتي لا مبالاة، وأحسست أنني كنت سعيداً في يوم من الأيام ولا زلت حتى الآن. حسناً، ما هو الشيء الذي تفكر فيه عندما أقول كلمة سخيف؟ طفل وحيد القرن يحاول أن يتصرف كطفل ماعز، أسبوع الموضة، أو ربما مخلوق غريب مثل خلد الماء. حاول استخدام هذا الأسلوب العبثي من أجل الحجم، أقصد الحجم بالمقارنة. رجل يفقد أمه، أو رجل يقتل رجلاً آخر على شاطئ ويحكم عليه بالإعدام. الغريب هي رواية عن غريب أطوار يدعى مورسول. هذا الرجل الساحر يطلق النار ويقتل رجلاً على غرار جوني كاش لمجرد مشاهدته يموت. إلبير كامو كاتب فرنسي جزائري روائي مسرحي ومنظر للفلسفة العبثية التي تعد بحق ابنة عم الفلسفة الوجودية. إلبير كامو مات عام 1960 في حادث عبثي. عبثي تذكرنا بسيرة مورسول بطل رواية الغريب التي تتحدث في مبادئها الأساسية عن قضايا العبثية. إلبير كامو نال جائزة نوبل للأداب عام 1957، أي قبل وفاته بثلاثة أعوام. رواية الغريب شكلت مدخلاً لحصوله على جائزة نوبل التي نالها بجدارة عن كل أعماله الأدبية. إن الحياة لا تتغير إطلاقاً، بل إن جميع أنواع الحياة تتساوى على أي حال. هذا ما جاء في رواية الغريب لإلبير كامو، تلك الرواية التي تحمل صدى واسعاً عن السخف رغم أنها خيالية. نجد إلبير كامو في روايته تلك يروج لأفكار أن الوجود الإنساني والحياة الفردية لا معنى لهما، لا بل لا ترتيباً عقلانياً لهما، الأمر الذي يجد الناس صعوبة في تقبله فيلجؤون إلى صياغة ترتيب عقلاني لحياتهم وللوجود الإنساني برمته. رواية الغريب لا تروج صراحة للعبثية، إلا أنها ممتلئة وتقوم أساساً على مبادئ العبثية. لذلك نجد أنه من الصعوبة بمكان أن نفسر سلوك هذا البطل في رواية الغريب، تحديداً في قضية زواجه من ماري أو لقتله ذلك الرجل العربي. لسنا ننشد عالماً لا يقتل فيه أحد، بل عالماً لا يمكن فيه تبرير القتل. تلك فكرة وردت في رواية الغريب لإلبير كامو. هنا نجد أن العنصر الرئيسي الثاني في فلسفة كامو والفكرة القائلة بأن حياة الإنسان ليس لها معنى أو حتى غرض. يجادل كامو أن الشيء الوحيد المؤكد في الحياة هو حتمية الموت، ولأن جميع البشر سيقابلون الموت في النهاية، فإن جميع الأرواح لا معنى لها بالمثل. مورسول بطل الرواية يتحرك تدريجياً نحو هذا الإدراك طوال الرواية، لكنه لا يدرك ذلك تماماً إلا بعد حجته مع قسيس في الفصل الأخير. يدرك مورسول هذا أنه كما هو غير مبال بالكون، فإن الكون غير مبال به. من عجيب المفارقات أنه فقط بعد وصوله إلى هذا الإدراك البائس يبدو أنه قادر على تحقيق السعادة، ذلك عندما يتطابق تماماً مع حتمية الموت. يفهم أنه لا يهم ما إذا كان قد مات عن طريق الإعدام أو واجه الموت الطبيعي في سن الشيخوخة. تظهر رواية الغريب بطل الرواية مورسول على أنه لا يقيم وزناً لا للشأن الاجتماعي ولا للشأن العاطفي. كل ما يهم مورسول بطل الرواية هي الجوانب المادية،
نجد ذلك جلياً وواضحاً في تركيزه على بدنه وعلاقته الجسدية مع ماري، بل نجده أكثر وضوحاً حين يتحدث عن معاناته من الشمس الحارقة أثناء سيره في جنازة والدته، بمعنى أنه يقيم وزناً ويقيم اعتباراً لمعاناته من لهيب الشمس ولا يكترث لسيره في جنازة والدته. وأكثر من ذلك، أثناء محاكمته يتحدث مارسول عن معاناته من الشمس الحارقة على الشاطئ، بل يقول إن هذه الشمس الحارقة هي السبب التي دفعته لقتل ذلك الرجل العربي. الغريب ليست مجرد رواية تتحدث عن جريمة قتل بشع على شاطئ بحر وبدم بارد. يحاول كامو في هذه الرواية منذ البداية إطلاق النار، السجن، المحاكمة والحكم بالإعدام. يحاول من خلال هذه القضايا أن يتحدث عن قضايا ذات معنى وقضايا غير ذات معنى. إنها باختصار رواية تتحدث حول الفلسفة. ماذا لديك من قواسم مشتركة مع مارسول القاتل شبه الوجداني غير المرغوب فيه وغير المحبب المنفصل المتفحم؟ الجواب وبشكل غير مريح أكثر مما تعتقد. قد تكون أنت شخصاً جميلاً تماماً لا يفعل أشياء بشعة مثل فقدان الاهتمام أثناء جنازة والدتك أو إطلاق النار على شخص عشوائي بدم بارد. في الواقع نحن على يقين من ذلك، لكننا على يقين من أنك مثلنا جميعاً شعرت بلحظات غريبة من الاستجواب والانفصال. نحن نتحدث عن كل شيء من تلك الحلقات المرعبة في منتصف الليل حيث تحدق في السقف وتفكر ماذا يعني كل هذا؟ عشت بهذه الطريقة وكان بالإمكان أن أعيش بطريقة أخرى. قمت بهذا ولم أقم بذاك، لم أفعل أشياء في حين فعلت أشياء أخرى، وماذا بعد؟ كأنني انتظرت طيلة عمري كي أبلغ تلك الدقيقة، ذلك الفجر الذي سأنال فيه جزائي. لا شيء كان ذا أهمية، وكنت أعلم جيدا لماذا. باختصار وبمجرد قراءتك لرواية الغريب التي تتمحور حول العبثية، ستدرك أن استلام كامو لجائزة نوبل هو النقيض التام للعبثية.